حقيقة الأمر إن كذلك الوقت الراهن حاضر في هذا التقرير، وكذلك سيناء حاضرة وبقوة. فكرة إن كان في موائمات أو اتفاقات بين الإخوان المسلمين حينما وصلوا إلى سلطة الحكم في مصر، وبين حركة حماس في قطاع غزة على تسوية القضية الفلسطينية على حساب أرض سيناء حاضرة كذلك، وبالمناسبة حاضرة حتى في تصريحات صدرت مؤخرا للرئيس الفلسطيني محمود عباس لتلفزيون العرب نت، وهو تلفزيون يتبع أو يهتم بعرب الداخل في فلسطين. أنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة. معلش بدي أعطيك تفسير آخر. يعني ما بنظريه المؤامره، لكن بقول لك كانت مرتاحه للانقلاب. بديش اقول اكثر من هيك. هي وغيرها. وتسالنيش على غيرها. بدي اسال يعني. لا لا تسالش، مش رح اجاوبك. هي وغيرها مرتاحين للانقلاب، داعمين للانقلاب. صار الانقلاب. الآن في نظرية في الدولة ذات الحدود المؤقتة، ارجعوا ل ما كتبه إيغور آيلاند، وإذا ما لقيته أنا بعطيكم إياه هلأ بعد ما تنتهي الجلسة. بدهم النظرية الإسرائيلية اللي موافقين عليها حماس، وبهلا بقول لك كيف موافقين عليها حماس. تفضل. إنه دولة في غزة بتاخذ لها شقفة أرض من سيناء، وبتتذكروا كان الحديث. نعم حديث مهم. نعم. مش بس حديث، وفعل على ارض سيناء كان هناك كرفانات بدات تنحط مشان اخواننا المساكين الفلسطينيين، يعني ندير بالنا عليهم. هذا مين المرشد؟ مرشد سابق ولا الحالي؟ ما بعرف، واحد منهم. محمد بديع. لا واحد منهم. المهم هذا المشروع ماشي من 2003 للان، ماشي. وأنا بتحدى إنه ما يكونش موضوع حوار بين إسرائيل وحماس مؤخرا. إنه في حوار بين إسرائيل وحماس؟ في حوار ثم حوار ثم حوار ثم حوار ثم لقاءات ثم حوار ثم لقاءات. ربما منذ شهور ونحن نسمع عن هذا المخطط الذي بدأته الإخوان لحل القضية الفلسطينية على حساب أراضي سيناء، إنما كذلك ربما هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول بوزن الرئيس الفلسطيني صراحة علانية جهارا بهذه الدرجة من الوضوح، ويقول إن حتى كانت الأمور هيئت على الأرض في سيناء لنقل أعداد من قطاع غزة. وهنا السؤال يا أستاذ سامح، يعني الحماس هي فصيل من الإخوان المسلمين صحيح، يعني حتى إن لم يكن هناك تنظيم دولي ففي النهاية في تنسيق دولي، كيانات تنسق مع بعض. ويشير الرئيس الفلسطيني إلى حالة من حالات التفاوض الدائم السري مع إسرائيل وحل القضية على حساب مصر، هل لديك تعقيب عن مثلا؟ يعني هو طبعا محمد مرسي بشكل واضح لما كان في عزاء أخته الموقف الشهير أنه تدخل لوقف، قال النهاردة سينتهي الحرب، فمن المؤكد أنه كان في تواصل. وهما من سنة 2005 لما وسطوا سعد الدين إبراهيم عشان يتواصلوا مع الأمريكان، وتوسط فعلا، واللقاءات مع الأمريكان كانت ممتدة، واللقاءات مع الأمريكان تعني بشكل واضح مصالح إسرائيل في المنطقة، وهما بشكل واضح قدموا يعني تأكيدات لأمريكا أن هو أمن إسرائيل هدف استراتيجي لهم وأنه لن يحدث شيء. الاتفاقات دي محل تحقيق، ولكن أعتقد أن جزء منها صحيح. علاقتهم بالظواهري في تسجيلات وفي حاجات أيا كان مدى صحتها، بس مشهد في تسجيلات بالفعل الأجهزة الأمنية تقول ذلك، ولكن أنا قصدي سواء كده أو كده الواقع اللي كان وجود عاصم عبد الماجد في المشهد وعبود الزمر في احتفالات حرب أكتوبر والحرب على سوريا وكل هذه اللقاءات تعني بشكل واضح التواصل، وبعدين خروج الناس المباشر من السجن، خروج كثير من الناس وأشار التقرير إلى ذلك، عطل فرق فودة وغيره، فده من المؤكد أنه كان ضمن صفقة معينة، لأن هو الإخوان على مدار 40 سنة بشكل حقيقي لم يتم التدريب على السلاح الا الناس اللي دخلت الجيش بشكل رسمي، وده كان اتفاق مع النظام حسني مبارك. وبناء عليه لما فوجئوا ان هم في السلطه فكانوا يتوقعون انصدام في مرحله ما، فكانوا يحتاجون الى ظهير عسكري
يكون مدرب بشكل كافي ولا لديه الجسارة؟ اصل برضه موضوع القتال ده عايز تدريب، مش هتجيب واحد كان مدني بقاله 40 سنه بيمارس سياسه وتيجي تقول له اعمل عمليات عسكريه وما شابه ذلك. فكان في احتياج حقيقي لظهير عسكري يمارس هذا الموضوع. بس اقول كده بس حسن بنا برضه قالها بشكل سريع في المؤتمر الخامس، قال في الوقت الذي يكون فيه 300 كتيبه مجهزه طالبوني ان اخوض بكم لجج البحار واقتحم بكم عنان السماء واغزو بكم كل عنيد جبار ولن تغلب اثنا عشر الف من قله واقدر لذلك وقتا ليس طويلا. 300 كتيبه على 12000. بيقول اقدر لذلك وقتا ليس طويلا، يعني هو كان وصل ل 10000 10000 ونص، كان مستني يوصل العدد ل 12000 واعتمادا على الايه القرانيه لن تغلب اثنا عشر لجج البحار وعنان السماء وساخوض كل عنيد جبار. تمام، ما الفارق يا استاذ كمال بين هذا الكلام وبين ما توعدت به داعش مثلا عندما ذبحوا المصريين على شاطئ المتوسط وقالوا الخطوه القادمه هي روما بالخيل؟ خلينا ناخذ الجزء الاولاني اللي اتكلم عليه الاستاذ سام. اتفضل. واتكلم عليه محمود عباس. اتفضل. واحد كان بيحلم بالليل فبدل ما يكتب محمود عباس كتب كليلباو. الكلام اللي قاله محمود عباس ده في البلد. ايوه. وده ما كانش عندك اديبه لك يعني. لا مش مشكله بقى. الثاني اسمح لي اقول لك. شوف يا سيدي، ادي المصريون جريده اسلاميه مفروض. ايوه. الهلباوي قال لنا عملنا وتحدثنا مع السيسي. انت حضرتك سالتني الاسبوعين اللي فات. ايوه. ما رضيتش اجاوب. صحيح. عن اللقاء الذي جمعك مع رئيس السيسي. امتنعت. ايوه. ادي الاعلام. ادي الاعلام، خلي عندكم ادب. طيب بس ما يعني مش طب واحده انما ده اللي حلم وحط اسم كمان للباو بدل محمود عباس. طيب واحده تقول له ايه ده بالله عليك؟ لا واحده اولا بتاع البلد دي. واحده بس اولا يعني ايه، اسمح لي يعني ايه. انا تلميذك يا دكتور كمال. لا العب. فلا ينبغي ان نجعل حلقه اليوم منبرا للهجوم على احد. صحيح كده، او تصفيه حساب. سالت الاستاذ سامح. لا بس بعيد عن الموضوع، على موضوع غزه ودوله فلسطين. ايه دخل غزه طيب في الكلام؟ ما هو كمال الهلباوي حماس تريد تحويل غزه الى دوله واتفقت مع الاخوان على ضمها. الكلام اللي قاله محمود عباس. طيب ما تضير في ذلك، ما هو حقائق. ده حقائق. لا هو على لسانه. على لسانه انت كده. لم تصرح يعني. يا عم هات الفيديو اللي انا قلت فيه الكلام ده. تمام. وانا كلامي مرمي في التراب. لا ما هو في فيديوهات. طيب عندك. انا بتكلم على الاعلام عشان تعرف. طيب ما احنا اتفقنا يا دكتور كمان ان كله له وعليه. أيوة. اتفقنا مش أيوة. كامل. أيوة. يعني. أيوة. طيب دلوقتي ايه تعقيبك عما سمعت بالنسبه لغزه؟ نعم. بالنسبه لغزه، اذا حماس مشاركه في الحكم وانتخبت باغلبيه الشعب في غزه كويس، فلما تحرمها من الحكم ما دام جت باغلبيه؟ الا اذا كان هناك خطوره. ليه وقف الغرب ضده على سبيل المثال؟ امتى؟ لما حكومه تعرض البلد الى كارثه زي حكومه مرسي، هنا الشعب يقف ضده وطلعت ثوره. طيب انما غزه ما كانش وقف فيها ثوره. انما انا قلت مرارا وتكرارا يا استاذ محمد ان الاخ رائد صلاح زعيم الحركه الاسلاميه في الخط الاخضر 48 قال لي مرارا وتكرارا اكثر من مرتين انه اليهود، معنى يهودية الدولة، ودي نقطة مهمة جدا. اتفضل. معنى يهودية الدولة إن العرب كلهم يطردوا من هناك. وعشان يطردوا من هناك كان في هناك مشروعات غربية تاخد في حسبانها لبنان وسوريا والأردن ومصر سيناء. طيب. وسيناء مطروحة لهذا. هذا اللي قال عليه الأخ رائد صلاح. إنما أنا أقول إن حماس بتعمل كذا. لا، أنا أقول لو حماس قالوا لي كنت كده كنت قلت لكم. طيب هل حماس بالطبع هي فصيمه يا اخوان صحيح؟ نعم. صحيح. بس فيها ناس يعني حماس ضمه اخوان وغير اخوان. طيب. انما القياده وكلهم اخوان. فكر اخواني يعني في نهايه الامر. لا تنظيميين. يعني فكر تنظيم اخواني. طيب 100%. وينسق مع اسرائيل في الخفاء، توافق على هذا الكلام؟ انا ما اعرف. لو اعرف ما هو الرئيس الفلسطيني قال كده اهو. ما هو الرئيس الفلسطيني يقول اللي يقوله. ما طيب. برضه كل احد يؤخذ من قوله ويطلع برضه. طيب لماذا؟ أيوة يعني طيب من زيه زي حسن البنا زي غيره من الناس. هل هناك نموذج